سؤال المشهور، هل يجوز لي قضاء النوافل؟ اللي بيعتد على الفضائل كل يوم بيصلي كم ركعة، كل يوم بيفعل عمل معين كده من صلاة الليل، يقوم الليل مثلا بثمان ركعات، وجي في يوم نام أو تعب أو طنش أو الشيطان خد منه يعني جولة من الجولات، هل يجوز له أن يقضي النوافل؟ طبعا في الفرائض لابد من القضاء، فرائض لابد فيها من القضاء. وإحنا قلنا في بداية الدروس لو تذكروا الخلاف الذي حصل بين أحمد وبين أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وبين شيخه الإمام الشافعي، كان أحمد يرى من لم يصلي كافر، الشافعي يرى أنه مسلم عاصي ما لم يجحد فرضيتها، ما لم ينكر فرضيتها. فسأله الشافعي يا أحمد ما تقول في من لا يصلي؟ قال كافر، قال كافر. قال وماذا تقول في لا إله إلا الله؟ قال فبهت أحمد، بهت يعني حار جوابا، ما استطاع أن يجيب. وبناء على رأي أحمد الذي لا يصلي كافر، يوم أن يصلي أصبح إيه؟ مسلما، فليس عليه قضاء. وبناء على رأي الشافعي وهو الأوجه، وهو الأوجه هو الأفضل، فهو مسلم عاصي عليه أن يقضي ما فات في أي وقت من ليل أو نهار، أي وقت من ليل أو نهار. قضاء النوافل العلماء اختلفوا فيها إلى خمسة أقوال. يستحب قضاء النوافل مطلقا سواء كانت تابعة للصلاة أو مستقلة زي صلاة العيدين، سواء كانت راتبة اعتاد أن يصليها بالليل أو النهار بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق، من نسى صلاة فليصلي صلاة نكرة، لم يحددها، نكرة فليصليها، فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث فيه تصريح بقضاء الفوائد فرضا كانت أو نفلا. هذا القول للشافعي وكثير من أتباعه، إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي تقضى فيه النافلة. قالت جماعة منهم أعني من الشافعية تقضى في جميع الأوقات، لأن وقت فات، يعني فاتني صلاة العشاء من ثلاثة أيام. في ناس بتتوهم، اللي بيحافظ على الصلاة في المسجد دائما والصلاة في وقتها، قد يحدث شيء كده خارج عن إرادته فيتوهم أنه صلى وهو لم يصلي، وهو لم يصلي ليه؟ لأنه لم يترك صلاة في إيه في وقتها، وبعدين بعد كم يوم يفتكر، وبعدين يبدأ إيه الوساوس تشتغل. افتكرتها الساعة كام؟ الساعة 9 الصبح، ممكن أصلي العشاء؟ آه، لأنه وقتها فات خلاص، وقتها فات. هذا رأي مين؟ رأي الشافعي في جميع الأوقات ما عدا الساعات التي ورد النهي عن التنفل فيه، وإن كان عند الشافعي كل صلاة لها سبب تؤدى ولو في أوقات الكره. ثانيها، استحباب القضاء لمن أخرها لعذر، أما من أخرها لغير عذر فلا يستحب قضاؤها لأنه تعمد تركها وهي غير واجبة عليه. يعني مش ميك سنس، يبقى رايح النار ده، عايزين يعذبوه هذا. هذا شيء شديد يعني. وقالوا الحديث ده خاص بالفرائض، بقضاء الفرائض، لكن ما فيش حجة لأنه قال صلاة، ما فيش أي قرينة تدل على الفرائض، مش كده ولا؟ طيب، قالوا إذا كان شاملا للفرائض والنوافل يبقى خاص بأصحاب الأعذار زي النائم والناسي، والنوافل في الأصل لم تكن واجبة عليه حتى نقول أنها متعلقة في ذمته، لا تسقط إيه؟ لا تسقط عنهم، لا تسقط عنهم. استحباب القضاء لمن أخرها لعذر، هذا الرأي الشافعي أفضل بكثير جدا، بكثير جدا يعني. قول ده أخذ به ابن حزم، ابن حزم ظاهري. ثالثا، لا يستحب قضاءها مطلقا، خلاص بتفوت بتفوت الوقت، وهذا رأي أبو حنيفة. والمشهور من مذهب مالك لا يقضي من النوافل إلا سنة الفجر والوتر. الرابعة، استحباب قضاء النوافل المستقلة بنفسها زي سنة العيدين، الوتر دون النوافل التابعة لها، وده قول كثير من فقهاء الشافعية. خامسة، التخيير بين القضاء وعدمه والله أعلم. وأعتقد أن هذا هو الإيه؟ هو الأكمل، هو الأكمل. يعني هذا هو الرأي اللي يستحب الفعل به، وإن كان الأفضل أن نقضيه. من تعود على الفضائل لا يترك هذه الفضيلة. مثال بسيط، لمن يحافظ على قراءة القرآن يوميا، يوميا
لما بيقف امام المراه في كل يوم وينظر الى وجهه وبيسرح كده وبيظبط حجابك، يبقى في كونتاكت كده، في راح، في راح، انا عملت اللي عليا، عملت اللي عليا. لو يوم قصرت ويوم طنشت وقال الهاتف اقرا قران وقلت كمان شويه، انا كل يوم بنقرا قران، لما بينظر لنفسه بيجد ملامحه متغيره، لان في هولد عليه، في فضيله من الفضائل تكاسل فيه، تكاسل فيه. فقضاء النوافل افضل، افضل، هذا افضل يعني، وان كان هذا الراي بالتخير لانها ليست ايه، ليست واجبه.